هنتكلم عن موضوع لطيف. معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيب القصر العيني جامعة القاهرة. دايما بكلمكم في مواضيع مرضية وحاجات تقيلة وأمراض جامدة. النهاردة هكلمكم على موضوع خفيف ولطيف، هتكلم عن تجميل البشرة بتاعة الوش وشد البشرة بتاعة الوش وبتاعة الجسم كله بطريقتين، يعني يعتبروا أحدث حاجة، يعني مفيش احدث من كده. في تقنيه اسمها النانو تكنولوجي بجزيئات الذهب، تمام. الماده دي بتتحقن للبشره، بندخلها جوه البشره. ممكن تدخلها عن طريق الحقن دايركت، ممكن تدخلها بحاجه اسمها الديرما رولر، بس افضل حاجه تدخلها بيها حاجه اسمها الراديو فريكوانسي. ايش معنى الراديو فريكوانسي؟ الراديو فريكوانسي لوحده بيشد البشره، بيزود الكولاجين، بيزود الالاستين بتاع البشره، وبالتالي بيزود نضاره البشره وبيشيل التجاعيد، خلاص. وبيعمل حاجه اسمها سكين ريجوفينيشن، يعني بيجدد خلايا البشره. فانت استفدت من كل، يعني استفدت من الراديو فريكوانسي مع الحقن اللي هو بجزيئات الذهب على البشره بتقنيه النانو تكنولوجي، اللي هو بيعمل سكين فيرمنج، بيخلي الجلد يبقى ماسك نفسه، بيخلي البشره يبقى فيها نضاره وبيشد الجلد. مش عايزه اقول لك النتيجه سريعه جدا جدا، ومش بس في البنوتات اللي هم قربوا يتجوزوا وجايين يعملوا تجميل بشره زيها او تخسيس او حاجات زي كده، لا، بيجيب نتيجه حلوه كمان حتى في السن الكبير. يعني احنا شفنا حالات لا بشرتها في نفس الجلسه اتفردت، وكنا مصورينهم قبل وبعد، الرقبه كانت عيني مترهله خالص، الرقبه اتفردت خالص، الستريتش ماركس والسيلوليت والعلامات اللي في الجسم برضو بالتقنيه بتاعه النانو تكنولوجي مع الراديو فريكوانسي بنقدر نجيب بيها نتيجه عاليه جدا جدا في شد الجلد وشد البشره والسيلوليت والستريتش ماركس وزياده الالاستين والكولاجين بتاعه البشره. هنوريكم بس طريقه التطبيق. بنبدأ ننزل بنبدأ ننزل الدواء على البشرة بالشكل ده، ونبدأ طبعا. بصوا ما شاء الله، من أول دقيقة البشرة ادت لون حلو، يعني احنا لسه اهي بس من اول دقيقة شايفين اللون، النضارة، البشرة احمرت في ساعتها والنضارة. متخيلين النتيجة السريعة ازاي يا جماعة؟ انا بس عايزه اوري، يعني ده الجلسه يعني اطول من كده، بس ده انا عايزه بس اوري الناس بس، متخيلين سرعه النتيجه وشايفين اللون. شايفين اللون عامل ازاي؟ هي سمرة، يعني شايفين هنا. هنبدا بقى ناخد الرينكلز دي، شايفين الفرق ده؟ لسه احنا ايه، ده كمان بقى كمان لو في رينكلز زي كده، بص في ثانية اتفردت كأنك كويتها، شايفين كأننا كويناها. وزي ما انتوا شايفين مفيش اي تجاعيد، مفيش اي رينكلز حتى صغيرة. اللون بشرتها شايفين النضارة عاملة ازاي، بس دي التقنية بتاعت وبرضو اذا في ستريتش مارك برضو في الجسم، اذا في ترهلات بيجيب نتيجة عالية جدا.
خصوصا لما بنستخدم معاها جزيئات الذهب اللي هي بالنانو تكنولوجي، النتيجة بتزيد جدا وبتبقى عالية جدا. يا رب نكون فدناكم في حلقة النهاردة، وكانت حلقة خفيفة وسهلة كده عكس الحلقات بتاعتي التقيلة اللي انتم متعودين عليها.